قادرين غير انه نرجع بس اهالينا ينشدون العودة للديار، فبين نزوح ولجوء قضى ملايين السودانيين أشهر الحرب، حرب أجبرت منال على ترك منزلها بأم درمان لتستقر داخل هذا المركز الإيوائي على أمل أن تنطفئ نار الحرب وتعود لبيتها. من الناس اللي قلت ما عايز أطلع، كل الموت واحد أزول يقعد في بيته. جات بنت خالتي وقعد في مدانة، والله كانت مؤلمة شديدة. طلعنا والله من 19 خشينا 22 4 يوم برا البيت، بنقعد لقينا لنا عوضه كده قاعدين فيها احنا والله تقريبا 7 انفار، بنقعد كده ونقوم بالليل نمرق نمشي نبيت في الجامع في خلوه. فبينما ينشغل النسوه باعداد الطعام لاطفال مركز الايواء، تجتر حواء هنا ما الم بها جراء حرب افقدتها الابناء والاحفاد. انا فقدت كثير، فقدت اهلي، فقدت عيال بيتي كلهم، اثنين في شهر واحد قتلهم أولادي ذاته، محل اتجاههم مش ذات، أنا ما فهمت. النازحون ليسوا وحدهم من تأثر، فالحرب المستمرة منذ 6 أشهر ألقت بظلالها السالبة على مختلف القطاعات. عشرات المستشفيات داخل العاصمة وإقليم دارفور أصبحت خارج الخدمة أو تكاد نتيجة الحرب. انقطاع خدمة المياه لأيام في كثير من الأحياء ضعف معاناة من قرر البقاء في مناطق الحرب. أشهر كان المواطنون فيها أمام تحديات يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. ما في أصعب من إنك أنت تكون خايف 200 حتموت ولا 200 حتجيك دانا، ولا ما في أصعب من كده، لكن الحمد لله تقول خوفنا على العيال بس، لكن الحمد لله الله ساتر معانا. بعد أن أكملت نصف عام لا يعلم الناس هنا متى ستنتهي الحرب، لكنهم يدركون أن الحرب التي قتلت من قتلت وشردت من شردت ودمرت ما دمرت، فإن استمرارها يعني إعادة ذات مشاهد القتل والدمار والقهر التي ظلت ملازمة لهم خلال الأشهر الماضية. نزار البغداوي، العربية، مدينة أم درمان.